30 شخصا على الأقل قتلوا في الهند خلال الأيام الثلاثة الماضية جراء الأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات. المسؤولون كشفوا عن مقتل ما لا يقل عن 18 شخصا في مناطق مختلفة بولاية ماديا براديش بعد الأمطار المستمرة منذ الجمعة التي تسببت في انهيار المنازل. نواجه الكثير من المشاكل، مياه النهر جرفت كل شيء ولم يتم اتخاذ أدنى الإجراءات حتى فيما يتعلق بتأمين الطعام والشراب، يقول هذا المواطن. ويضيف آخر: المياه تتدفق من كل مكان في المنطقة منذ ثلاثة أيام وقد غمرت المدينة وجرفت كل المحاصيل، كما بدأت المياه باجتياح المنازل. موسم الأمطار في الهند يستمر من يونيو حزيران إلى سبتمبر أيلول، وهو يمثل شريان الحياة للمزارعين، ولكنه كثيرا ما يتسبب في دمار واسع النطاق.